الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بناتي وأبنائي شباب السودان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحمد الله سبحانه وتعالى أنه نحن في السودان أمة شابة، وأغلبها من الشباب، أمة شابة أغلبها شباب، والشباب هم الطاقة المحركة لكل شيء. وأنا سعيد اليوم أكون معاكم هنا، سعيد بهذا الحشد الكبير اللي بيمثل كل أطياف السودان، أحزاب وطوائف ومنظمات، شباب يمثل كل أنحاء السودان جغرافيا. والواحد سعيد أنه حقيقة يجد النصرة من الشباب. ورسولنا صلى الله عليه وسلم افتخر أنه نصره الشباب لما خذلوا الكبار. نحن ما بنقول الكبار خذلونا، لكن وقفة الشباب لها معنى خاص، لأن الشباب هم جزء من الحاضر وكل المستقبل. الشباب هم الناس المتمردين على الواقع واللي بيتطلعوا لمستقبل يحفظ لهم كرامتهم ويأمن لهم وطنهم ويجعلوا في مصاف الدول اللي بيستحقوها فعلا يكونوا قدامها مش في مكانها. احنا بنحيي الشباب، شباب كل الأحزاب اللي وقفوا وأيدوا. بنحيي الشباب اللي قدمناهم في وظائف الحزب وفي وظائف الدولة وكان أداؤهم متميز، وأقنعونا تماما أن الشباب هم الطاقات المحركة، وأنه يجب أن يأخذوا فرصتهم كاملة في كل المواقع التنفيذية والسياسية والعمل الاجتماعي. فالتحية لهيئة شباب الأحزاب، والتحية للشباب ودورهم في السلام، لأنه نحن ما عايزين الشباب يكونوا وقود للحرب، عايزين الشباب يكونوا طاقات، طاقات للبناء وطاقات للتعمير، لبناء وطن شامخ عزيز هو السودان. وتحية خاصة للشابات، لأن هنا المرتكز، هنا المرتكز لبناء المستقبل وإعداد، هو إعداد لأمة. لأن شبابات شاباتنا هنا حقيقة مثال للأخلاق، للعفة، للتفاني، للمثابرة. ويكفي أنهن الليلة البنات أغلبية في جامعات والمعاهد العليا. ونحن عهدنا نتيح لهم مزيد من الفرص في قيادة العمل العام، سواء سياسي أو حزبي أو تنفيذي أو اجتماعي. فنحن بنقول أنه نحن مقبلين على مرحلة جديدة، وأول بند في برنامجنا هو تحقيق السلام. عايزين السلام اللي يعم كل أنواع الوطن،
عايزين شبابنا اللي حاملين السلاح الآن نقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء. السودان ده أرض واسعة بيسع الجميع، والسودان خير وكثير بيكفي الجميع، ويكفي أنه الناس الآن بيجونا من كل أنحاء الدنيا. أخواننا في جنوب السودان لما ضاقت بهم الأرض هناك جونا في السودان. ما قلنا لهم أنتوا صوتوا للانفصال وأنتوا وقفتوا مع الانفصال وأنتوا قسمتوا السودان، لكن قسمنا معاهم النبقة وقسمنا معاهم اللقمة. الناس الآن اللي بيجوا للسودان من كل دول الجبار القريبة والبعيدة بيبحثوا عن الأمن والأمان في السودان. فنحن أسبغيتنا أنه إن شاء الله سلامنا يعم كل أنحاء السودان، في النيل الأزرق، في جنوب كردفان، في دارفور، وحتعود كل هذه المناطق آمنة ومطمئنة، نطمئن فيها أهلنا هناك ونحفظ أرواح شبابنا وطاقات شبابنا. أنا ما تكون إلا للبناء والتعمير فقط إن شاء الله. قلنا نوحد أهل السودان ونحارب كل عصبية وكل جهوية وهي دعوة للجاهلية. عايزين نعمل على بناء أمة سودانية موحدة آمنة مطمئنة متطورة متقدمة متحضرة، أمة واحدة. الواحد لما يسألوا جنسك شنو هو السوداني، قبيلتك شنو سوداني، جهتك شنو سوداني، عصوريتك شنو سوداني، دي كلها محاولات يا جماعة، محاولات تفتيت الشعب السوداني وإشغاله عن استغلال خيراته. نحن بلد غنية، غنية أولا بإنسانة، والإنسان السوداني العزيز والمكرم والمرغوب الآن في كل حتة في الدنيا. الناس اللي بيتكلموا عن الآن هجرة العقول، لأن السودانيين هم المقبولين، هم المطلوبين في كل المواقع. الناس بيطمئنوا للسودانيين، بيأمنون على أرواحهم، بيأمنون على ممتلكاتهم، بيأمنون على أعراضهم، لأنه دول السودانيين. إحنا عايزين بالوحدة دي نحافظ على قيم وأخلاقيات أهل السودان، لأنه واحد يقول أنا سوداني معناته شجاعة، معناته كرم، معناته إيثار، معناته فضل، معناته تكافل، معناته تراحم بيننا إن شاء الله. نحن رفعنا راية ولازم نتمثل ونعيش هذه الراية. رفعنا راية لا إله إلا الله، ودي راية تجمع وما بتفرق، راية بتعز وما بتزل. واللي بيقول لا إله إلا الله ولا معبود إلا الله لا يركع إلا الله سبحانه وتعالى، وما بيطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا ينزل إلا لله سبحانه وتعالى. هنعزز كل البرامج اللي تجمع الشباب واللي توحد الشباب واللي توفر العيش الكريم للشباب. نرفع من قيمة العمل الحر، ونعمل على توسع وإنفاذ برنامجه في التمويل الأصغر، وحننشئ بنك خاص للشباب إن شاء الله عشان يرعى مشروعات الشباب ويمول مشروعات الشباب، ونرعى الموهوبين من الشباب. وشبابنا الآن الحمد لله وصلوا مرحلة يصنعوا السيارة ويصنعوا الدبابة
ويصنعوا الطيارة. ده شباب السودان يا جماعة، لما تحلال الفرصة بيبدعوا وبينجزوا، ونحن نعلم أنهم أفضل عقليا وبدنيا وروحيا من كل شباب العالم. كلام بنقوله ما بنقوله فخر، دي حقيقة بقولها الغير قبل ما نقولها نحن إن شاء الله. فالتحية لكم يا شباب السودان، ونحن معاكم وبيكون إن شاء الله رمل السودان، وخدوا في المكانة اللي فعلا يستحقها السودان ويستاهل السودان. وده عهدنا معاكم أن نعمل على إن شاء الله حل كل مشاكل الشباب، ونتمنى كل برامج الشباب. أول حاجة في الغطاء الأخضر، ونعيد بالبناء الغطاء النباتي لبلدنا بمشروعات التشجير. نشجع الزواج الميسر، نعم واضح يا جماعة، الشباب ده كلهم دارين العرس، دارين العرس يقول الله أكبر، وبناتنا دارين دارات عرسان يقول الله أكبر. البنات دارين دارات يا جماعة، راجل ودرجال، عف المرأة احفظ لها كرامتها. عشان كده لازم نحارب يا جماعة الحالات الضارة، نحارب البزخ، نقلل من تكلفة الزواج. وحاسة البنات ده قايلات ما مهم الشيلة، رقيص العروس وحنة العروس وجرتي. عايزين الناس يحاربوا العادات دي، لأنه يا جماعة كدنا حسبة. الناس مهما دفعوا وجابوا الشبكة زي اللي بيجيبوها الناس الواتساب دي، لكن الحكاية دي خوفت الشباب وخلته يتراجع. لو خلينا الحياة دي كلها وعملنا زواج ميسر إن شاء الله بالفاتحة بس، بالفاتحة إن شاء الله بعد سنة والله 9 شهور يكون عندنا ولد. كدن نحسب الولد ده ثمنه كم يا جماعة؟ هل ذهب الدنيا كله بساوي الولد ده؟ هل مال الدنيا كله بساوي الولد ده؟ إذا كان الزواج نتاج ولد، والله بيت قيمتها أغلى من أموال الدنيا كلها، لا نحن نتأخر. فأنا عايز اللجنة القومية اللي حاسة واقفة وراي دي عمالها ما ينتهي بالتصويت، عمالها يبدا بعد التصويت وبعد اعلان النتيجة. الكلام اللي بنقوله ده عايزينه واقع على الارض يا جماعة، عايزينه ينفذ، ما عايزينه دعاية انتخابية، عايزينه برنامج نتحاسب عليه، مش بعد 5 سنين لكن كل شهر نعمل جرد وشو عملنا شنو ونفذنا شنو والتزمنا بشنو عشان نمشي للشهر بعده ان شاء الله. والتحيه لكم شباب السودان الموجودين معانا هنا، والتحيه لشباب السودان في كل موقع، وتحيه خاصه لشبابنا في الصغور اللي بيدافعوا عن الوطن، عن امنه، عن كرامته. التحيه لشهدائنا ولاهل الشهداء واسر الشهداء، والتحيه لكم جميعا
وإن شاء الله نلتقي مرة ثانية ونحن خطينا خطوات أمام لأمام. الله أكبر، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. في سبيل الله قمنا، نبتغي رفع اللواء، لا لدنيا قد عملنا، نحن للدين فداء، فليدم للدين عزه، فليدم للدين مجده، أو ترخ به الدماء. السلام عليكم ورحمة الله.